لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما ينبغي لجلال وجه ربنا ولعظيم سلطانه والصلاة والسلام دائما أبدا على الصادق البر الأمين وقائد الغر المحجلين والأمي الذي علم المتعلمين والمعلمين محمد بن عبد الله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى التابعين وتابعيهم باحسان الى يوم الدين اما بعد فحياكم الله اخواني واخواتي الى لقاء جديد من لقاءات الاخوه في الله عز وجل والتي نتواصل فيها تواصلا حميما كريما لنتعرف على حقوق هذه الاخوه وواجباتها وموجباتها من خلال كلام ربنا وسنه نبينا صلى الله عليه واله وسلم وما زال حديثنا موصولا حول هذا الحديث العظيم الذي رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال المسلم اخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه من كان في حاجه اخيه كان الله في حاجته ومن فرج عن مسلم كربه من كرب الدنيا فرج الله عنه كربه من كرب يوم القيامه ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والاخره وقد سبق الحديث عن معنى قوله عليه الصلاه والسلام لا يظلمه ولا يسلمه وحديثنا الليله حول قوله عليه الصلاه والسلام من كان في حاجه اخيه كان الله في حاجته اريدكم ايها الاخوه الكرام قبل ان نبدا في حديثنا عن قضاء حوائج المسلمين أن تتأملوا في هذا الحديث وكيف أن الجزاء من جنس العمل والجزاء من جنس العمل هذه قاعدة عظيمة في ديننا مقررة في كتاب ربنا وفي سنة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم فإن, فإن ربنا عز وجل قال هل جزاء الإحسان إلا الإحسان قال عز وجل واحسن كما احسن الله اليك قال عز وجل واحسنوا ان الله يحب المحسنين آه وامثال هذا كثير في القران وفي سنه النبي صلى الله عليه واله وسلم كهذا الحديث الذي معنا آه يعني من كان في حاجه اخيه كان الله في حاجته من يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والاخره من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والاخره من فرج وفي روايه من نفس عن مؤمن كربه من كرب الدنيا نفس الله عنه كربه من كربات يوم القيامه وكربات يوم القيامه شانها عظيم سياتي الحديث عنها باذن الله تبارك وتعالى فالجزاء هنا من جنس العمل كما تزرع تحصد وكما تدين تدان من زرع خيرا حصد خيرا ومن زرع شرا فلا يلومن الا نفسه نسال الله ان يسلمنا واياكم ويعافينا واياكم حديثنا الليله عن قضاء حوائج المسلمين واعذروني لهذا الخطا الفني انا صاحبه حديثنا اليوم عن قضاء حوائج المسلمين وقد قال ربنا تبارك وتعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان قال الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ليعن بعضكم بعضا على البر وهو اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الاعمال الظاهره والباطنه من حقوق الله وحقوق الآدميين. آه تعاونوا على البر والتقوى، أي كونوا متعاونين على الخير. من استطاع أن يعين أخاه المسلم في شيء من أموره فليعنه، ولا يتأخرن عنه في ذلك. تعين الرجل في دابته فتحمله عليها. أو تحمل له عليها متاعه صدقة كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم قضاء حوائج المسلمين ده أخوانا يعني خلق كريم هذا خلق أصحاب المروءات حقيقي يعني ده خلق الناس أصحاب المروءة فعلا اللي هو بذل نفسه لله عز وجل ما يعرفش إن حد من المسلمين ايا كان شانه ايا كان امره يمر بضائقه او يحتاج الى شيء الا كان معه وقف معه ناصره في موقفه الذي هو فيه قضى له حاجته سواء بماله او بجاهه او بكلمته او بسعيه للاصلاح بينه وبين غيره او بوجاهته عند الناس او باي نوع من انواع قضاء الحاجه حتى ولو بكلمه طيبه وانا باكد على المعنى ده كتير جدا جدا انه والله يا اخي مهما اشتدت عليك الشدائد وضاقت عليك الضوائق اقض حوائج الناس حتى يقضي الله حاجتك قف مع الناس حتى تجد التاييد والنصر من ربك جل وعلا لا تحتجب دون الناس يعني لا تحتجب عنهم لا تغلق على نفسك بابك وبعدين في نفس الوقت اذا قضيت حاجه ما تقضيش حوائج الناس عشان ينتخبوك في الانتخابات. عشان تبقى انت انتخبوا الفلان الفلاني قاضي حوائج الناس والذي يسارع في الخيرات ولو سقطت في الانتخابات ما حدش هيشوفك. أو قبل هذا الأمر ما كانش برضه حد بيشوفك. كان بيقصدوك أصحاب الحوائج وأنت راجل صاحب مال وصاحب جاه وما كنتش بتعبر حد. فأخلص النية لله عز وجل. في سعيك لقضاء حوائج المسلمين لان فضائل قضاء الحوائج ده فضائل عظيمه جدا لمن تاملها زي ما قلت لك ايا كانت هذه الحاجه روى البخاري ومسلم في صحيحيهما ان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث العظيم الذي معنا ومن فرج عن مسلم كربة ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته. ده أول فضيلة لابد أن تتأملها جيدا. أنه أنت على ضعفك وفقرك ومسكنتك وعجزك في رأيك في كثير من الأحيان تقضي حاجة إنسان مسلم. يكون المقابل أن الله الله الغني الحميد رب العالمين ملك الملوك الرزاق الحي الذي لا يموت السميع البصير القدير الذي لا تخفى عليه خافية يدبر لك امرك ويقضي لك حاجتك فأي نعمة هذه هل هل يعني يستوي قضاء حاجتك انت او قضاء حاجة اخيك المسلم اللي انت بتقضيها له بقضاء الله عز وجل لك؟ هل يستوي تدبيرك انت؟ بتدبير الله عز وجل لك هل تيسيرك على اخوك المسلم يستوي مع تيسير الله تبارك وتعالى امورك لا يمكن طبعا لانه لا يستوي الخالق والمخلوق فكذلك الشان هذه نعمه جليله شوف انت عندك كم طلب نفسك ربنا عز وجل يحققه لك عندك كم كربه نفسك ربنا عز وجل يصرفها عنك عندك كم ذنب نفسك ربنا عز وجل يغفره لك كن غافرا للناس حتى يغفر الله لك اعفو حتى يعفو الله عنك فرج عن الناس حتى يفرج الله عنك يسر عليهم حتى ييسر الله عليك من صفى صفي له ومن كدر كدر عليه والجزاء من جنس العمل من هذه الفضائل فضائل قضاء الحاجات ما روى مسلم عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والاخره ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والاخره والله في عون العبد ده الشاهد بقى بتاعنا هو والله في عون العبد ما كان العبد في عون اخيه. يقول الامام النووي رحمه الله تعالى في شرح الحديث معنى نفس الكربة اي ازالها وفيه فضل قضاء حوائج المسلمين ونفعهم بما تيسر وفيه فضل قضاء حوائج المسلمين ونفعهم بما تيسر من علم او مال او معاونة او اشاره بمصلحه او نصيحه وغير ذلك وفضل الستر على المسلمين وفضل انظار المعسر وفضل المشي في طلب العلم الى اخر ما يعني ورد في هذا الحديث العظيم ومن هذه الفضائل ايضا ما ثبت عن ابي امامه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صنائع المعروف تقي مصارع السوء. الحديث ده حديث عظيم جدا اريدكم ان تتاملوا مقاطعه جيدا. صنائع المعروف تقي مصارع السوء وصدقه السر تطفئ غضب الرب وصلة الرحم تزيد من العمر والحديث رواه الطبراني وحسنه الالباني رحمه الله تعالى فالمصرع هو مكان الموت فالله عز وجل يقي عبده الذي يحسن للناس ويقضي حوائجهم يقيه من الموت في مكان سيء أو هيئة سيئة أو ميتة سيئة يحميه الله تبارك وتعالى من مصرع السوء ومصرع السوء ده إما أن يكون ربنا عافينا إياكم مصرعا يعني سيئا من الناحية المادية أو مصرعا سيئا من الناحية المعنوية أيضا فالكلام يشمل الأمرين فمصرع السوء من الناحية المادية إنسان يسافر على طريق ويعني معرض لحوادث ومعرض لكذا نسأل الله السلامة والعافية لما يقضي حوائج الناس يبص إلى نفسه خلاص العربية كادت أن تصطدم وفجأة يجعل الله له مخرجا ليه؟ لانه جعل لاخيه المسلم مخرجا من ضائقه من الضوائق او كربه من الكربات على الجانب الاخر من الناحيه المعنويه مصرع السوء هو هل هناك مصرع سوء اقبح واسوا من ان تسوء خاتمه العبد انه يموت على ذنب او يموت على معصيه او يموت في مكان مشبوه نسال الله السلامه فسعيك في قضاء حوائج المسلمين يرحمك من هذا وبه يحجبك الله عز وجل ويقيك ويحميك من ذلك وتاملوا الى هذا الحديث الذي ياتي ايضا ان احب الاعمال الى الله قضاء حوائج المسلمين احب الاعمال هي ان تدخل على اخيك المسلم سرورا فجاء عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أي الناس أحب إلى الله؟ وأي الأعمال أحب إلى الله؟ خد بالك من الكلام الجميل وده يعني يوريك قد إيه رحمة ربنا عز وجل بعباده النبي عليه الصلاة والسلام مش هيقول إن أحبهم أكثرهم صلاة ولا أحبهم أكثرهم صياما ولا أطولهم اعتكافا ولا أطولهم قنوت قنوتا أو قياما لكن احب الناس الى الله اسمع قال صلى الله عليه واله وسلم احب الناس الى الله تعالى انفعهم للناس الله, الله 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 على رحمه ربنا بعباده على قد ما تكون منفعتك للعباد على قد حب ربنا ليك بس خد بالك من المقابل بقى على قد ما يكون أفلك للبيبان على عباد الله على قد ما ربنا عز وجل يغلقها في وجهك نسأل الله السلامة إن يعني في ناس مفاتيح للخير مغاليق للشر زي ما هنشوف وفي ناس بالعكس فعلى قد ما الناس تنتفع منك على قد ما يحبك ربك تبارك وتعالى قال وأحب الأعمال إلى الله تعالى سرور تدخله على مسلم بأي نوع من انواع السرور واحنا في زمن الله المستعان وفي ايام يعني مفيش بعد كده نكد ولا في بعد كده يعني شده و و وضيق ونسال الله عز وجل ان يفرج عنا الناس كلها محتاجه كلمه طيبه كلمه حلوه تهدئ من نفسيتها وتهدئ من روعها وتطيب خواطرها فكونك تقول كلمه بس تدخل على اخيك سرورا ولو بكلمه ولما تسمع كلمه يعني تدخل عليه سرورا دي ما تاخدهاش على انها يعني انه ده انسان كانه يعني شحات او كانه مستني شفقه او مستني حد يدخل عليه سروراً يعني لا تفهم بهذا المعنى ولكن تفهم انه ده روح عجيبه من الاخوه والتآلف والموده وصله الرحم انه يعني قد يكون الانسان محزونا ومع ذلك يدخل الابتسامة والسرور على غيره ممكن واحد يكون بيضحك ويخفي ويعني خلف ضحكته هذه ألف دمعة لكنه يضحك ليضحك غيره ويدخل عليهم السرور لعل الله عز وجل يسر قلبه إذا سر قلوب إخوانه فشوف النبي عليه الصلاة يقول أه وأحب الأعمال إلى الله أحبها سرور تدخله على مسلم أو تكشف عنه كربة أو تقضي عنه دينا أو تطرد عنه جوعا حتى لو إنك تطعمه شيئا من الطعام يطرد عنه الجوع قد قضيت حاجته وفعلت ما هو أحب الأعمال إلى الله شوف بقى النبي عليه الصلاة بيكمل بيقول إيه ولأن أمشي مع أخ في حاجة احب الي من ان اعتكف في هذا المسجد يعني مسجد المدينه شهرا تصوروا واحد معتكف طول الشهر مش عشر ايام في الاواخر لا طول الشهر اعتكاف وانت عارف يعني معتكف في المسجد يعني وقته كله صلاه وصيام وذكر وتلاوه قران وركوع وسجود وتسبيح وتهليل وتكبير تصور انه كون ان فلان يتصل بيه يقول له تعالى معايا عشان عاوز اجيب كذا وانا مش بفهم في الحاجه ديت فياريت تساعدني. او يا ريت تخرج لي علشان انا محتاجك فيه دين آه يعني لفلان عليا وانا محتاج ان انا اكلمه يعني اصبره شويه وانت ليك مكانه عنده. او تعالى علشان الـ الـ يعني في حاله معينه آه انسان محتاج انه يسمع كلمه كويسه تهدي نفسيته تعالى نروح له وانت قاعد معتكف في المسجد ايهما اولى؟ واحد يقول لك انا مالي يا عم ولا حزين حزين واللي متضايق متضايق ما في ناس بره شوف الاخوه اللي بره يخلصوا له حاجته لا 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 ما تسيبهاش لحد دي دي دي, دي, دي حاجه غاليه ما تديهاش لغيرك سابق اليها نافس فيها وفي ذلك فليتنافس المتنافسون اطلع اخرج اقطع اعتكافك هذا خير لك هذا نص كلام رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ولان امشي مع اخ في حاجه احب الي من, أعت... من ان اعتكف في هذا المسجد وبشور على هذا المسجد أو يعني, او يعني في قوله هذا اشاره الى مسجده هو عليه الصلاه والسلام وانت عارف ان الصلاه في مسجده بكام بالف صلاه تصور اعتكاف شهر والشهر دوت تقول 30 في 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 خمسه اللي هم خمس اوقات مش هنحسب احنا بقى نوافل ولا ولا قيام ولا كذا ولا كذا شوف 30 في خمسه يبقوا بكام وشوف الخمسه دول في ألف يبقوا بكام والله عز وجل يضاعف لمن يشاء طبعا بقول لك يبقوا بكام عشان انا بليت في الحساب فانت اقعد احسبها بقى ف ف قضاء حوائج الناس احب الاعمال الى الله عز وجل شوف كمالة الحديث الجميل يقول عليه الصلاه والسلام: "ومن كف غضبه ستر الله عورته". والله الحديث ده لوحده كده محتاج له قعده منفصله. "من كف غضبه ستر الله عورته" انك تكون غاضب في وقت من الاوقات على شيء على زوجه او على حد من اخوانك او على كذا أو وتكظم وتكف غضبك يستر الله عز وجل عورتك، معنى عظيم يقول عليه الصلاه والسلام: "ومن كظم غيظه ولو شاء ان يمضيه امضاه ملأ الله قلبه رجاء يوم القيامه". ويرجع تاني عليه الصلاه والسلام يكمل في نفس المعنى يقول: "ومن مشى مع اخيه في حاجة حتى يثبتها له" اثبت الله قدمه يوم تزول الاقدام. والحديث رواه ابن ابي الدنيا في كتاب قضاء الحوائج، والطبراني وغيرهما وحسنه الالباني رحمه الله تعالى. شوف برضه المقطع الاخير الجميل ده من مشى مع اخيه في حاجه حتى يثبتها له يحقق له اللي هو عايزه يوصله لمراده اثبت الله قدمه. يوم القيامه الاقدام كلها تزل والناس في كرب عظيم وتلاقي المسلم الكريم ده هو ثابت هادئ النفس ساكن القلب مطمئن الفؤاد لانه في الدنيا قضى حاجه لاخيه المسلم حتى اثبتها له وحققها له ويسرها له فيسر الله عز وجل عليه امر يوم القيامه ومن هذه الفضائل العظيمة ما ثبت في حديث ابي هريرة رضي الله عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم اي الاعمال افضل؟ قال ان تدخل على اخيك المؤمن سرورا او تقضي له دينا او تطعمه خبزا. وهنا الفائدة الجديدة اللي استفدناها انه حدد نوع الاطعام مش شرط انك تاكله كباب في كباب شعبي برضه بس انت اكله اي حاجه حتى ولو اطعمته خبزا تكون قد طردت عنه الجوع فيغفر الله عز وجل لك بذلك والحديث راه ابن ابي الدنيا والبيهقي وغيرهما وحسنه الالباني رحمه الله تعالى يقول المناوي في فضل في فيض القدير قال افضل الاعمال اي من افضلها بعد الفرائض كما ذكره في الحديث المار والمراد الاعمال التي يفعلها المؤمن مع اخوانه ان تدخل اي ادخالك على اخيك المؤمن اخيك في الايمان وان لم يكن من النسب سرورا اي سببا لانشراح صدره من جهه الدين او الدنيا او تقضي يعني تؤدي عنه دينا لزمه اداؤه لما فيه من تفريج الكرب وإزالة الذل وتطعمه ولو خبزا فما فوقه من نحو اللحم أفضل طبعا أكيد اللحم أفضل قال وإنما خص الخبز لعموم تيسر وجوده حتى لا يبقى للمرء عذر في ترك الإفضال على الإخوان يعني على إخوانه والأفضل إطعامه ما يشتهيه الأفضل ان تطعم اخاك ما يشتهي لكن اذا لم تجد فالخبز ده موجود عند كل الناس يسهل عليك ان تطرد عن اخيك الجوع به قيل لي لابن المنكدر رحمه الله اي الاعمال افضل قال ادخال السرور على المؤمن قال اي الدنيا احب اليك قال الافضال على الاخوان اي التفضل عليهم والقيام بخدمتهم وطبعا الاخوان هنا هم جميع المسلمين تمام وقال وهب بن منبه رحمه الله تعالى ان احسن الناس عيشا من حسن عيش الناس في عيشه وان من الذ اللذه الافضال على الاخوان مش عارف الاخوان دي عايزين نغير الكلمه دي بس هم العلماء قديما كانوا يقولونها وكان خالد القسري رحمه الله يقول على المنبر ايها الناس عليكم بالمعروف فان فاعل المعروف لا يعدم جوازيه اللي يعمل خير هيلاقي الخير و وما ومن ضعف آه وما ضعف عن ادائه الناس قوي الله قوى الله عز وجل جوازيه وما ضعف عن ادائه الناس قوى الله عز وجل جوازيه يعني افعل الخير وازرع المعروف ازرع جميلا ولو في غير موضعه فلن يضيع جميل اينما زرع اصنع المعروف و يعني ثق ان الله تبارك وتعالى سأجرك على هذا المعروف ولو كان قليلا وهذا حديث آخر يذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم نوعا من أنواع الإطعام والهدية وإدخال السرور فيقول في, في الحديث الذي راه الإمام أحمد في, في مسنده والترمذي في سننه وقال حسن صحيح وصححه الألباني من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من منح منيحه لبن او ورق او هدى زقاقا كان له مثل عتق رقبه. كان له مثل عتق رقبه. منيحه ورق انما يعني به قرض الدراهم اللي يمنح منيحه يعطي لاخيه شيئا ولو كوبا من اللبن تسقيه ولو درهما تعينه على أمره قال أو هدى زقاقا يعني به هداية الطريق واحد بيسألك على الطريق ادلني على المكان الفلاني ازاي اوصله فوقفت له وقعدت تقول له امشي كذا وتعالى يمين وروح شمال وادخل في الشارع الفلاني لغاية اخره هذا في حد ذاته هداية الطريق هذه يأجرك الله تبارك وتعالى بها الأجر العظيم كان له ايه؟ كعتق رقبة تصور ان انت واقف بس بتوصف لوحد الطريق كانك اعتقت رقبة كانك اعتقت رقبة اسمحوا لي بقى انا هطلع التليفون واقفله قدامكم عشان الامر يعني اهون من ان يكون فيه آه تكلف فتصوروا ايها الاخوة الكرام آه منيحة لبن أو أو منيحة من درهم تقدمه لأخيك كيف يجعل الله عز وجل لك فيه هذا الأجر العظيم والثواب العظيم بل وتأمل إلى ما هو أعجب من هذا إن الله تبارك وتعالى يعطي أجرا عظيما للمسلم حتى على مساعدته للحيوان النبي عليه الصلاة والسلام يقول وفي كل ذات كبد رطبة أجر في كل ذات كبد رطبة أجر الحديث ده احنا يعني نحفظه والحديث اللي أنا هقوله دلوقتي احنا حافظينه برضه بس أنا نفسي حد يعيشه بقلبه بروحه بمشاعره روى البخاري ومسلم في صحيحيهما أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن امرأة بغيا بغيا رات كلبا في يوم حار يطيف ببئر قد ادلع لسانه من العطش فنزعت له بموقها فغفر لها يا الله والله الحديث ده عجيب تصوروا هذا يعني اكرمكم الله كلب اشتد به العطش وهو يعني يعني يلعق الثرى من شدة عطشه يريد أن يشرب ماء ورأته هذه المرأة هذه المرأة ما صفتها؟ إنها امرأة بغي يعني إيه بغي؟ يعني تتاجر بعرضها تتاجر بشرفها ومع ذلك كل اللي عملته أن أخذتها الرحمة شوية يا إخوانا يا إخوانا اسمعوا كل ما صنعته هذه المرأة انه اخذ شوية رحمة بإيه؟ بهذا الكلب يعني ما أنا آسف يعني في التعبير كلب ولا يسوى إيه يعني؟ ما تسيبه خلاص ويموت وهي مضيعة يعني حاجات كتير وأخطر من كده بكتير لكن تصور لمجرد إنها رق قلبها ورحمت رحمت كلبا يا أيها البشر لمجرد أنها رحمت كلبا وهي تتاجر بعرضها غفر الله عز وجل له محى كل اللي عليها مش بقول لك ارحموا من في الأرض إيه يرحمكم من في السماء الراحمون يرحمهم الرحمن وفي المقابل من لا يرحم لا يرحم من لا يرحم لا يرحم إذا كان ده في شان يعني كلب سقته ودخل قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الاخر ودخلت امراه الجنه في كلب سقته وفي المقابل ودخلت امراه النار في هره قطه حبستها فلا هي اطعمتها ولا هي تركتها تاكل من خشاش الارض يا جماعه في ناس في امراه تدخل النار في قطه حبستها منعت عنها الطعام والشراب قطه فانتبهوا يا ناس في امراه دخلت الجنه في كلب سقته مش انسان عطشان هيموت بيموت قدامك من العطش يقول لك كبايه ميه تقول له موت الامر عظيم الامر عظيم زي ما قلت لك الراحمون يرحمهم الرحمن وفي المقابل والله العظيم من لا يرحم لا يرحم لا يرحم فنسأل الله عز وجل أن يرحمنا برحمته يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى قضاء حوائج المسلمين أهم من الاعتكاف لأن نفع قضاء حوائج المسلمين متعدي والنفع المتعدي أفضل من النفع القاصر يعني إيه؟ اعتكافك دليك لكن منفعتك لاخوك المسلم دي منفعه لك وله. قال الا اذا كان النفع القاصر من مهمات الاسلام وواجباته. آه يعني عندنا بعض الصور التي نريد ان نقف معها والنماذج الرائعه التي نريد ان نقف معها لنتامل في شان قضاء الحوائج. هذا موسى عليه السلام يقضي حاجه المرأتين في سورة القصص مع أنه في كرب شديد طالع هربان من فرعون وجنوده اللي بيدوروا عليه عشان يقتلوه سيب بلده كلها وتوجه تلقاء مدين وأول ما وصل مدين لقى امرأتين تذودان واقفين عايزين يسقوا مش عارفين يسقوا فحس ان في خطب في امر شديد فترك الامور اللي هو فيها كلها وقضى حاجتهما الآية دي جميله قوي قوي أنا أحب أن أقرأها معكم قال الله عز وجل ولما ورد ما مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون وجد عليه أمة من الناس يسقون ووجد من دونهم امرأتين تذودان قال ما خطبكما قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير فسقى لهما فسقى لهما ثم تولى إلى الظل ثم تولى إلى الظل فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير شوف بقى العاقبة كانت إيه هتيجي الآيات بعد كده جاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت ان ابي يدعوك ليجزيك اجر ما سقيت لنا. ده قضاء الحوائج هو ربنا عز وجل يرده لنبيه وكليمه ورسوله عليه وعلى نبينا الصلاه والسلام بيرده له في الدنيا، وشان الاخره لا شك انه اعظم، ويروح لهذا الرجل الصالح آه الذي يقال انه شعيب او غير شعيب، آه ويعني يعني يقص عليه ما جرى وبعدين يقول له لا تخف نجوت من القوم الظالمين، وبعدين يزوجه احدى بنتيه هاتين ويقضي معه مده طويله في امان عشر سنين فقد يعني فعل ما هو اتم واوفى رضي الله عنه، تصور كل ده بايه؟ بانه رفع الحجر كده وسقى لهاتين المراتين. ونبينا عليه الصلاه والسلام يعني يعني لا يشق له غبار في هذا الباب. كان عليه الصلاة والسلام يسارع إلى قضاء حوائج الناس تأتيه الأمة من إماء المدينة فتأخذ بيده فيسير معها صلى الله عليه وسلم حيث شاءت حتى يقضي حاجتها وتأتيه المرأة تقول يا رسول الله لي إليك حاجة فيقول يا أم فلان أنظري أي السكك شئت أقضي لك حاجتك صلى الله عليه وسلم هو اللي يقضي لها حاجتها مش يبعد فلان وفلان قاعد مثلا على على الكرسي بتاعه ولا على المصطبه ويشاور كده بايده روح يا فلان اعمل كذا لا, لا لا هو يقوم بنفسه صلى الله عليه واله وسلم ليقضي حوائج الناس ولهذا لما اصابه ما اصابه من الذعر والفزع في اول نزول الوحي طمأنته عائشه خديجه رضي الله عنها الى ان ربه لن يخزيه ابدا اهو ده دي الفطره يعني شوف حتى قبل ما يخبرنا بذلك الاسلام أو نبيه عليه الصلاة والسلام الفطرة بتقول كده إنك عمرك ما هتمشي في الخير وتلاقي شر أبدا ما, ما القاعدة بتاعت اعمل خير تعمل شر تلقى دي مش حقيقية لا أنت ممكن شر تلقى من البشر أه صحيح فعلا يعني إذا أنت أكرمت الكريم ملكته وإن أنت أكرمت اللئيم تمردا دي حقيقة في البشر لكن إذا عملت خيرا لن تحرم من الله خيرا واللي همك إن الخير يبقى ليك من مين؟ من ربنا سبحانه وتعالى فشوف خديجة رضي الله عنها تقول له عليه الصلاة والسلام كلا والله لا يخزيك الله أبدا صلى الله عليه وسلم كلا والله لا يخزيك الله أبدا إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقري الضيف, الضيف وتعين على نوائب الحق ومن كان على مثل هذا فلن يضيع عند ربه عز وجل أبدا ولذا الناس كما قلت لك ليسوا سواء في ناس مفاتيح للخير مغلق للشر بالعكس في حديث سهل بن سعد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال عند الله خزائن الخير والشر مفاتيحها الرجال فطوبى لمن جعله مفتاحا للخير ومغلاقا للشر وويل لمن جعله مفتاحا للشر ومغلاقا للخير والحديث رواه ابن ماجه والطبراني وحسنه الالباني في صحيح الجامع قضاء حوائج المسلمين يا ايها الاخوه الكرام تصان بها نعمتك التي انعم الله عليك بها تصان بها النعم واذا لم تقض الحوائج ذهبت عنك النعم لان ربنا يحب ان يرى اثر نعمته على عبده ومن اعظم اثار نعمته على عبده ان ربنا لما يعطيك نعمه تفضل بها على غيرك ايا كان نوع هذه النعمه اعطاك مالا تقضي به حاجه غيرك أعطاك زي ما قلت لك مكانة اجتماعية وحب في قلوب الناس استغل الحب في قلوب الناس ده اهو في الخير لتعين الناس عليه. فعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لله أقواما اختصهم بالنعم لمنافع العباد هو أصلا ربنا عز وجل ادالهم النعم دي مش ليهم هم مش خاصه ممكن يكونوا هم مش محتاجينها بس ربنا وسعها عليهم قوي عشان ينفعوا غيرهم ويقرها فيهم ما بذلوها طول ما هو بيطلع ربنا يدي له اكتر طول ما بيبذل ربنا يدي له اكتر ويقرها فيهم ما بذلوها فاذا منعوها نزعها عنهم وحولها الى غيرهم سبحان يبقى ما تفكرش ان انت يا صاحب المال ولا يا صاحب الوجاهه ولا اللي بتخدم الناس ان وقتك هيضيع عليك انه انا بصراحه اصل انا عندي شغل وعندي كذا والله يا اخوانا جربوا يعني الحمد لله الواحد بيحاول انه يجرب اعرف بعض اخواني بارك الله فيه وجزاه الله خيرا يعني لا يعلم بمكروب من المسلمين ايا كان الا سعى في قضاء حاجته وتنفيس كربه ويسيب شغله ويسيب حاجته مع انه بيشتغل شغلانه يعني يعني محتاجه وقت وجهد وتعب وكذا وسبحان الله يجي لي بعدها يقول لي والله يا شيخ النهارده عملت كذا 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 وكانت الدنيا واقفه معايا جدا وفوجئت ان ربنا عز وجل فتح علي الابواب من حيث لا اشعر وعوضت في ساعه واحده اللي انا يعني يعني كنت مش مش بقدر اجيبه في 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 عشر ساعات في اليوم. فيعني في افعل خيرا تجد خيرا لكن إذا لم تفعل أهو يمنعها الله ينزعها الله عز وجل عنك ويحولها إلى غيرك والحديث رواه الطبراني وابن عساكر وقال الألباني هو حديث حسن لغيره يقول أبو العتاهية رحمه الله: اقض الحوائج ما استطعت. وكن لهم أخيك فارج فلا خير أيام الفتى يوم قضى فيه الحوائج فلا خير أيام الفتى يوم قضى فيه الحوائج آه سوف نرى أيها الإخوة الكرام صورا من صور قضاء الحاجات ويعني و التعاون مع عباد الله تبارك وتعالى وإدخال السرور على المسلمين وكيف أن المسلم يبذل كل ما يستطيع ويرى أن هذا من أفضل الأعمال وأحبها أن يعين أخاه المسلم ويقضي له حاجته وييسر عليه أمره سوف نرى هذه النماذج لنتعلم منها ونسير على دربها لعل ربنا عز وجل اذا فعلنا ذلك ان يفرج عنا كروبنا ويقضي لنا حوائجنا اللهم فرج هموم المهمومين من المسلمين ونفس كروب المكروبين من المسلمين واقض حوائجنا وحوائج المسلمين وعجل لنا بالفرج من عندك لنا وللمسلمين ويسر لنا ما يرضيك يا رب العالمين اللهم تول امرنا وأحسن خلاصنا واجبر كسرنا ولا تردنا خائبين ولا تحرمنا من رحمتك التي وسعت كل شيء أنت ربنا وأنت مليكنا وأنت حسبنا ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين لا تنسوني من صالح دعائكم والحمد لله رب العالمين ولا تنسوا انني احبكم في الله